اهلا بكم من جديد. فقرتنا الثانيه في حلقه النهارده، احنا عندنا لسه فقرتين كمان بخصوص انتخابات طبعا نادي الزمالك، بقت فقرات يوميه. يعني فقراتنا يمكن في بتنضغط علشان خاطر نقدم الخدمه المطلوبه لنادي كبير هو نادي الزمالك. عملنا مع النادي الاهلي كده، وفي انتخابات النادي الاهلي تحديدا الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك بيحتاجوا في الانتخابات تغطيه اوسع واكبر علشان خاطر الجمعيات العموميه تستطيع انها تختار مجلس قادر على قياده مؤسسه كبيره حقيقيه. فكل المرشحين ان شاء الله بلا استثناء يكونوا موجودين ضيوف عندنا، احنا على مسافه واحده من الجميع. كل الناس هتيجي وتطرح برامجها وافكارها على الجمعيه العموميه حتى يتعرف كل عضو جمعيه عموميه على المرشح ويعرف كمان شخصيته وقدرته على العطاء وافكاره وطموحاته واحلامه للنادي ايه، فيبني صوره كامله متكامله يستطيع لما يحط صوته يبقى صوت صادق وصحيح وفي صالح المؤسسه الكبيره بتاعت نادي الزمالك. استاذ بليغ ابو عيد، شرفتنا ونورتنا. انا لما بتشرف بحضرتك وبحييك وبحيي الاعداد والاخراج على الشيخ حسني بصراحه، يعني جت في الجون لانه اللي حصل من حكم مباراه هو الخطا بدا الانتماءات. لا ما يعني ملوش علاقه بقاله زمان، احنا ما نعرفش نتكلم على حاجه على تقييم. لا بعض الناس بتقول جاي موضوعي لحاجه الا لما نرجع. بعض الناس كان زمان حصل غلط. ما كان بعض الناس على السوشيال، وانا حتى بدات الحلقه قلت كده، قلت يا جماعه هناك قضايا لما تيجي تتكلم فيها انت بتتكلم للصالح، لانه اصلاح التحكيم بينعكس ايجابا على الاهلي. الاهلي ما بعد للاتحاد الكوره يوم 15/7 قال له ايه؟ كان كسبان دوري تمام، وكسبان سوبر مرتين، وكسبان كاس مصر، وكسبان افريقيا. وقبل كده قال له ايه؟ كده اعترض، قال مش هلعب الدوري عشان التحكيم. وبعد الاهلي قال الاتحاد الكوره ايه اخر يوم 15/7؟ قال له لو سمحت التحكيم فيه مشاكل، احنا عايزين عداله وطور الفار، عايزين نطور التحكيم. مين النهارده اللي تجرع من 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 كاس التحكيم؟ الزمالك. ولسه بدري يا استاذ محمد، يعني فانت بتتكلم على مشاكل التحكيم ما تبدا. لا بس مش امبارح دي اصلها الاصرار. بص اقول لك حاجه، الشيخ حسني ليه اصلها اصل واضحه وضوح الشمس. هو ربنا رد، يعني معلش، يعني ربنا رد ان هو اللي حصل، يعني الناس كلها تسمعه. ودي خلي بالك، يعني هم المفروض ما تزعش. طب اعرف وليد لحسن يبرد مننا. وليد صاحب مكان دكتور طبعا، عشان الفقره كده كده قصيره هياخدها بليغ. خلاص مشكله لو يبقى اسمك ظهرت لو الاستاذ بليغ مشي. عايز اقول البق انت مش قادر. انت عارف انا حاسس ان بليغ هيعمل ايه؟ هيشد الكرسي يقعد جنبك. يعني لما نقل لك في السؤال هتلاقي بليغ شد الكرسي وقعد من الاستاذ بليغ على قلب زي العسل كده، مش مشكله. منورنا يا دكتور وليد. تحياتي اسمع محمد وتحياتي للاستاذ بليغ، طبعا ببقى سعيد بالتواجد معاك. اتفضل يا استاذ بليغ. فانا بقول بصراحه، يعني اللي حصل منه ده لابد ان هو زي ما الناس كلها شافت انه خلاص، ان احنا بنحافظ على حكامنا، نحافظ على حكامنا وكل حاجه، بس قضاء فاضح صارخ بالشكل ده لازم عوقوبه معلنه. ما ينفعش يقول لك لا احنا عاقبناه بس مش محدش. لا الكلام ده ما ينفعش. لازم النهارده التحقيق، لازم نعرف ايه اللي حصل معاه وايه العقوبه اللي هتوقع عليه وايه، على اساس زي ما احنا بنيجي اي حد يعترض على التحكيم وبياخد موقف سيء مع التحكيم ويتجاوز وتطبق عليه، احنا بنأيد ده تماما. لكن لا برضه لازم عقوبه صارمه صارخه صارحه صريحه. بس انا عندي مشكله اكبر من كون عقوبه بس اللي بيمر، لان تفسير وليد ممكن يشاركنا الحديث، تفسير وانا دايما بقول كده من امبارح، تفسير امين عمر الصوت اللي طلع للفار بعيد عن اصل قانون المحقص. يعني هو لما بيقول اصل طلع، هو لما ده قبلها قال لك لا انا مش مقتنع، لما جاب له الزاويه قال لك لما الكابتن محمد عادل جاب له زاويه اخرى فبانت الكره في الايد، فبدا هو حتى يغير لهجته مع الكابتن محمد عادل. الاول مش مقتنع، وبعدين لما لقى كوره فعلا واضحه جدا فبدا يتكلم على هل هي بينالتي من جوه ولا من بره. فكان تفسيره للكوره مش للايد لما قال هي الكوره ثلاث ارباعها، انا مش ثلاث ارباعها بره وربعها بس على الخط، فانا مش مقتنع. هي الجمله تاكد ضربه الجزاء، يعني الجمله دي تاكد ان هي ضربه ان هي ضربه الجزاء. وهي مش الكوره، انت بتبص على الايد والكوره في الايد. انت بتقولش الكوره عدت خط الجول ولا ما عدتش خط ده. فحتى التفسير القانوني بتدل برضو على انه الراجل بيتكلم غلط، وده برضو معناه ان الصقل للحكام غلط، معناها ان الدورات التدريبيه اللي بتعمل الحكام ناقصه، برضه ممكن يبقى امين ضحيه. يعني انا بتكلم في انه انت عندك منظومه، بتكلم على حاجه متعلقه بخط المرمى. بتكلم في القانون بقى، في حكم دولي، امين حكم دولي، مش على بالك امين الصفوه في مصر، حكم دولي كبير محمود البنا. فلما يبقى هو بيتكلم طبعا كارثه يعني. ده قصدي بقى، انا الكارثه مش عارف كمان يعني. مش من مجرد التحقيق، مش خطا في الملعب، انت مش فاهم القانون ولا فاهم اللوائح ولا فاهم تفسيره غريب.
هو يعني طبعا اعتقد لو الفيفا شافها دي مش هي يعني استحاله يحكم اي ماتش حتى في افريقيا مش في كاس العالم ولا بطوله. بص هو من سوء حظ الزمالك طبعا ان اللقطه دي كانت معاه، لكن هو من حسن حظ الدوري انه اللقطه دي حصلت في الاسبوع الثاني، لانه المفروض لجنه الحكام النهارده ده لو ماتش في نهايه الدوري ومؤثر على الصعود ولا فوز بلقب. وليه الماتش ما اتعادش يا محمد؟ ليه اخطاء واضحه زي كده؟ ليه الماتش ما اتعادش؟ في ضوابط لاعاده المباراه، ان الحكم نفسه يعترف انه اخطا في تطبيق القانون. هو ده اكتر من يعني كده، بس وفي اكتر من كده اعتراف. لا طبعا هو يعني ما حصلتش بتالف، ما حصلتش، لا ما قليلا ما تحدث الا لو كان حاجه خارج يعني سيطره الحكم، شبهه في حاجه او مثلا اقتحام مثلا جماهير فيقول كملت المباراه خوفا من كذا، لكن انا ما كانش نيتي اكمل المباراه لكن خوفا على سلامه اللاعبين، فهنا بتعاد المباراه. لكن انه يعترف بخطا هو اخطاه بنفسه بتكون صعبه شويه، ما اعتقدش انها تحصل. بس الموقف ده لازم يكون نقطة فاصلة بقى في اللي جاي. أنا متفق مع الأستاذ بليغ، لا لازم يكون في عقوبة، مفيش مشكلة ما الحكم يتعاقب، حاجة ما تقللش من أمين عمر، أخطأ بيتعاقب مفيش أي مشكلة، ومعلنة وتبقى عقوبة معلنة يا دكتور. طبعا تبقى عقوبة معلنة، وإحنا العقوبة أكيد هنعرفها يعني، ولو في إيقاف إحنا يعني هنلاقيه ما بيحكمش. بس الأعراف بتقول حتى في العالم كله إن عقوبة الحكام لا تعلن. بس إحنا الأخطاء يعني الفادحة اللي زي كده مفيش أعراف يا أستاذ محمد، انت خطأ ما تسكتش عليه. فاعتقد انه الراجل مش عارف اللوائح، من حسن الحظ ان احنا بقى نستغل ده وناخد فعلا موقف حقيقي، ويبقى الامور معلنة، انه ما يبقاش فيه بعد كده سماح لاي حكم ما يكونش متجهز. وعلى فكرة موضوع التصنيف بتاع الحكام اللي اللجنة ما ده مصنف اول، يعني امين عمر مصنف اول وحكم كويس وحكم يعني دولي وحكم كويس، بس هي غلطة كبيرة. لا انا صدمني التفسير يا وليد، هو محتاج يذاكر يعني. انا ممكن تبقى تقديرك غلط، ممكن تكون انت برضو مصر ان هي مش على الخط، وكلامك انها مش على الخط، وبرضه تقديرك تبقى شايفها حتى لو كلنا شايفينها جوه تشوفها بره. اوكي، انت بتتكلم ان هي بره، انما تقول ان الكوره ثلاث ارباعها بره واربعها جوه، هذا تفسير خاطئ طبعا للعب. مش ده الموضوع يعني، هو مش ده الموضوع خالص يعني. فده اللي صادمني في امين عمر يعني، اكتر من القرار الخاطئ اللي هو كان واضح ان هو خاطئ بالزبط. يعني وواضح ان محمد عادل كان كل شيء يقول له يا كابتن، فقام سايبه قال له لا يعني مش مقتنع. طبعا هو في الاخر الحكم الساحه هو صاحب القرار، حكم الفار اكتر من خطا فهي زي ما بقول لحضرتك، احنا يعني لازم الموقف ده يحدد بقى المرحله الجايه تبقى عامله ازاي. الحكام لازم تكون مركزه اكتر من كده، ممكن ده يكون غياب تركيز اكيد، مش يعني ما كانش حاضر في ذهنه القانون، اتلخبط بين الكره تعدي خط المرمى ولا ضرب الجزاء من على خط منطقه الجزاء، يعني ده طبعا ما ينفعش من حكم بقيمه امينه. طيب خلاص نروح بقى نتكلم عن انطلاقه الدوري، فيها مفاجآت يعني. النهارده بفات جولتين من الدوري، مودرن فيوتشر متصدر البطوله، هم الفريقين اللي كانوا مفاجاه في اول جوله هم اللي خسروا الجوله دي. يعني انت عندك كانت بدايه الدوري مفاجاتين، البلديه والداخليه، الفرقتين النهارده خسروا. طبعا هو المشكله انه البلديه، احنا بصراحه انا عن نفسي واحد من الناس فرحنا جدا بالبلديه كفريق جماهيره بقى له تواجد، وخسر النهارده على ارضه بهدفين، وبصراحه يعني واضح ان سموحه جاب لعيبه يعني كويسه يعني، وهيبقى لها تاثير. ده ولسه كمان حسام حسن ما تعافاش يعني، هو ميزه سموحه ان الكابتن احمد سامي بادئ معاه فتره الاعداد وخاتم معاه بادئ فاللعيبه اللي جابها هو احمد سامي شاطر في الحاجات دي، فيعني في الفرقه هو بنيها. وزي ما حضرتك اتكلمت مع الكابتن علاء، برضو فيوتشر واقف على رجليه، ومودرن فيوتشر دلوقتي متصدر بست نقط في المركز الاول من مباراتين، بعديه سموحه اربع نقط، مباراتين بيراميدز اربع نقط، الاهلي ثلاث نقط من مباراه، طلائع الجيش ثلاث نقط من مباراه، اتحاد اسكندريه ثلاث نقط من مباراه، زد نقطه من ثلاث نقط من مباراه، اسف، الداخليه ثلاث نقط من مباراه، البلديه ثلاث نقط من مباراه، الزمالك نقطتين من مباراتين، الجونه نقطه من مباراه، بعدين المقاولين ام بي اللي تحت بقى بدون رصيد بقى من نقاط انتظارا للمباراه بكره الثانيه في الجوله الثانيه، ام بي والاسماعيلي وسيراميكا وفاركو والبنك الاهلي والمصري. طبعا لسه بدري على طبعا، بس الداخليه بصراحه برضو بيثبت ان هو فريق يعني مش هيبقى خصم سهل، او أو هنشوفه السنه زي السنه اللي فاتت يعني بينافس على البطوله. اعتقد انه الداخليه هيبقى له تواجد. عارف احلى حاجه ايه في الانطلاقه دي؟ ان يحسسك في لعيبه، طبعا في فرق مستوى يعني، في لعيبه كبيره في الدوري المصري، بس احسن حاجه في ماتشات بتفرج عليها فرقه تبقى جايبه صرفه مثلا قد كده، وفرقه صرفه قد كده، وتلاقي الماتش سجال، فتحس ان فعلا المستويات كلها متقاربه. ده هو الدوري السنه ده بصراحه يعني، اللعيبه قويه حلو فعلا، ابو قرش زي ابو قرشين زي ابو ثلاثه يعني، في مثلا لعيبه تبقى ب 20 مليون و 15 مليون زي ابو 500,000 يعني، فاهم؟ بص هو في تتفرج على اللعيب اللي جاب السنه دي الجون بالتاني بتاع سموحه،
الاهلي السنه الجايه هيعرض له فيه 20 30 مليون جنيه. ده اللي هو مين؟ مش فاكر اسمه، هو لعيب لسه جايبه جديد. في لعيب ممكن يبقى صغير او جديد، مش فاكر اسمه، انا اسمه كده ممكن لعيب صغير بتاع سموحه، ممكن انا اعتقد انه الاهلي السنه الجايه هيدفع فيه 20 30 مليون. ممكن لعيب صغير او جاي يتالق يبقى لعيب كبير، بس انا اقصد ان انت لما تلاقي فرقه صرفه كتير على فرقه، نادي صرف على فرقه قد كده ونادي تاني صرف قليل والماتش يبقى سيء. احمد خالد تقصد؟ لا لا، اللي جاب الجون الثاني هجيب لك دلوقتي اسمه. الجون الثاني قال احسن لاعب في المباراه عمرو قلاوه. عمرو قلاوه الديفندر. لا ممتاز بصراحه، وان هو النهارده كان افضل لاعب في احمد خالد وعمرو قلاوه جابوا جولين. عمرو قلاوه عمرو ديفندر، وديفندر ممتاز جدا. في لعيبه كتير شبه بعض مع ان ده قد كده وده قد كده. بص، هو احنا عندنا، خلينا نقول ان احنا في عندنا يعني كاتيجوري في اللاعبين مميز في مصر، بس مش كتير. المشكله ان السوق المصري بقى لنا كام سنه ده قصدي، بقى مش كتير. بقى مش كتير، لكن الاغلب شبه بعض. ما هو السوق اتفتح، فبقى في لعيبه زيها زي اللي تحت، بس هي اتسوق لها ان هي لعيبه جامده، ودخل صراع اهلي زمالك، اهلي بيراميدز زمالك بيراميدز، فرفع سعره. ومصري طبعا دخل واتحاد بيدخل وفيوتشر بيدخل وزد بقى في الاهلي وزد بقى في صرف، فده رفع سعره، بتصرف كتير. وكلاء بيستفيد. ففي حال ان احنا عندنا لو هتخرج 5% بس من لعيبه الدوري ممكن يتحطوا في فئه، فبقيه اللعيبه كلها قريبه. النهارده الداخليه عمل جيم كبير، لازم نحيي اللعيبه يعني اللي برضه اسعارهم محدوده. كابتن ميم عبد الرازق كسبانين اول ماتش، كسبوا انبي اول ماتش طبعا. خد بالك رغم ان انبي ضيع اجوان كتير بصراحه. بالظبط، يعني بصراحه برضو تامر عامل فرقه الداخليه النهارده. كابتن تامر مصطفى مكمل الموسم اللي فات، عامل شغل كويس الحقيقه. بصراحه يعني كورته حلوه، كانوا بدلك انما الداخليه يكون ويكسب. الداخليه كان النهارده قدام مودرن فيوتشر احسن بكتير من اداء الكره الاخيره وضربه الجزاء جنش، يعني ربنا كرم عوض الجون الاول. وفيوتشر الكره اللي كل الكره الجون دي كل شويه الكره المره الخامسه، يعني تشاط وترجع تشاط وترجع عشان عمر كمان يجيب احلى جول. وبعدت في الاخر يعني اتشاطت من بره، يعني عشان الجول يبقى حلو. ما لو جت من اول مره الانفراد عادي بصراحه. يمكن اعتقد انه هيبقى جون الجوله دي يعني من احلى جوان الدوري. رجله الخارجي كورباك رايحه، فكرته اساسا يا دكتور وليد اللي رايحه جايه الكره كذا كوره. لا وكورباك كمان يا وليد من مسافه قريبه على خط 18. وبعدين راح السقف، كورباك دايما الكوره اللي بيلعب كوره عشان هو اداها وش مليان، ما كانش ينفع اعلى نقطه من الكورباك ده، كانت محتاجه 60 متر بعديها يعني بعد الجول. يعني لو شالوا الشبكه هتمشي بتاع الكره دي كمان مثلا 60 70 متر كمان. الزنفلي واخده من اعلى كره في الكرباج دخلت السقف. بصراحه مع انه صد اكتر من كوره، بس الزنفلي ما لهاش حاجه دي. في الاخر وقع ما قدرش. لا صعبه، ما تجيش. فانطلاقه طبعا جيده لمودرن فيوتشر. وهو من الفرق اللي يعني موعوده بالمنافسه السنه دي. كنا معتقدين ان اللعيبه اللي فقدها ممكن ياثروا عليه، لكن الانطلاقه بتقول لا هو قادر. النهارده غنام في نص الملعب كان كويس، الولد باولو ده كان غنام من موسمين كان الاهلي بيتكلم عليه لانه من اللعيبه المميزه جدا. باباتوندي برده جاي في وسط الملعب. عندهم علي زعزع ده يعني من اللعيبه الممتازين. بالك انا شايف ان احنا عندنا وفره في الهاف ديفندرز عكس ما الناس بتشوف. العيال الصغير على شحاته، على غنام، على زعزع ومهند وبوبو. لا انا بتكلم حتى على بتوع المنتخب الاولمبي. اعتقد ان السنه دي المنتخب الاولمبي عنده وكوكا هيلقى الاهلي. السنه اللي فاتت ماجد هاني اللي بتاع البلديه ماجد بتاع الزمالك اكبر منهم. مشكله السنه اللي فاتت هو نفس الجيل، ماجد هاني بتاع الزمالك. مشكله السنه اللي فاتت المدير الفني ما كانش يلاقي لعيبه بتلعب في الدوري، كان بيعمل في الاختيارات. لا انا دايما بقول لك ده مصلحه المنتخب الاولمبي، في لعيبه صغيره وفي اكتر من مركز. انا معاك عشان يتشافوا معايا، هيبقى لهم دور وبيلعبوا على الارض. بس انا قصدي عارف ايه؟ ان في لعيبه بتمشي بعشرات الملايين. يعني محمود حماده راح المصري ب 20 مليون مع ان انت او 25 مليون او 20 18 مليون تقريبا حاجه كده. مع ان انت كمان كنت تجيب مثلا محمد شحاته. صح، لعيب صغير. سيبك كمان محمود حماده لعيب كبير طبعا ولعيب عنده خبره، بس احنا بنحكي على السن. معدي 30 سنه تقريبا، اللي هو ممكن محققش شحاته ده ب 6 7 مليون جنيه يعني انت عندك وفره سنتين ثلاثه وتبيعه باضعف. ودايما انا بسمع ان مفيش هاف ديفندرز في مصر. يعني دايما يعني مهند لاشين وبوبو ومرق 90 مليون ارقام. مع ان انت انا شايف دلوقتي في ولاد صغيرين طالعين من القطاعات مميزين جدا في الدوري دلوقتي. لا احنا عندنا وفره في المركز. ولو بصيت على باقي الانديه هتلاقي عندنا يعني عندنا المركز ده من المراكز. يعني قلنا خمس لحمدي علاء النهارده في سموحه عمل مباراه كبيره جدا. هو من احد اسباب ان انا مش قادر هتجنن واعرف ليه الزمالك اعاره. يعني حمدي علاء ده من الحاجات اللي هي مش فاهمها. اعتقد ليه لقب الغاز الزمالك اللي سموحه فحصل تسويق. موضوع محمود شمانه اعتقد ده ليه علاقه بالموضوع ده. لكن حمدي علاء يعني كان وجوده في الزمالك يفرق كتير طبعا. يفرق كتير. حتى الولد الصغير اللي طالع اللي هو اسمه بيسو
بيسو بتاع نص الملعب لعيب كويس. لاعب ممتاز. لعيب كويس. لا الزمالك فيه كام اسم ايشو برضه يعني اقصد انه يعني تدوس عليهم وهم يعني يعني مثلا انت بتطعم بيهم مثلا لما الاهلي مثلا لعب بكوكا ولا حاجه بيطعم بيه بوسط المجموعه يعني لكن ما تجيش اللعيبه دي هي اللي تقولها شيل هيبقى صعب عليها. لما مشي طارق حامد الزمالك كان مثلا اربعه، الولد المغربي اللي مشي ده اسمه مش فاكر، الولد اللي مشي اللي جاء اول الموسم كان اسمه ايه مش فاكر، اسمه طارق زكريا الوردي. زكريا الوردي وجابوا عمرو السيسي وجابوا نبيل عماد دونجا وجابوا يعني لا اقصد مع ان الزمالك كان فيه حمدي علاء يقدر يعني يجيب واحد او اتنين من دول مع حمدي علاء مع بيسو. قرار خروج اصلا حمدي علاء من الاول من البدايه، اللفه اللي خدها سموحه وبنك اهلي يعني وقت ما طارق حامد مشي بعد ما بعد فيريرا ما خد الدوري كان حمدي علاء في الزمالك بالمناسبه. كان فيريرا ما خد الدوري كان ممكن حمدي علاء مع بيسو اللي هو بدا يظهر ده كان اكيد يعني اصغر سنه مع جيب بقى دونجا تجيب عمرو السيسي ماشي تجيب زكريا يعني تجيب واحد او اتنين مع الاتنين بتوعك كان زمان خط نص زمانك مختلف دلوقتي صراحه يعني. طيب الدوري تحس انه سجال يعني ما تقدرش تقول مين هيكسب مين. مستويات قريبه بس في فرقه هتفرق يعني الاهلي وبيراميدز يعني ما تقدرش من اول الموسم تقول ده الفرقه ده ممكن تعاني ده ممكن تنزل ده مش حاسسها لغايه دلوقتي. والمتوقع ان هم يعانوا للاسف البلديه النهارده على الرغم من انه فاز المباراه الاولى ما كانش برضو مقنع اول المباراه الاولى لكن النهارده لا كان عامل مباراه سيئه جدا على ارضه ويعني بس هو حظه اسود برضو جمهور المحله كان عنده ماتش النهارده غاز المحله كان بيلعب تقريبا جمهوريه شبين في الدوري المحترفين كسبوا 1-0 2-1 في ملعب 1-0 في ملعب شبين. بقول لك ايه والعربيات طالعه من المحله بقول لك ايه عربيات طالعه وميكروباصات وعربيات نقل والناس راكبه فوق العربيات. لا المحله برضو شوف والله طالعه بص تحس ان فيه يا جماعه شوفوا لي العربيات بتاعه غاز المحله ما ده اللي احنا بنقوله الجمهور يعني حاله في المحله تحس المحله كلها خرجت. كنت متابع السنه اللي فاتت الناس كانت هتتجنن يعني في دوري المحترفين على فكره هو القسم الثاني الناس كانت هتتجنن السنه اللي فاتت النهارده وادي دجله كسب والمحله كسب يعني في انديه كسبت النهارده معروفه بس اقصد النهارده البلديه عيني مفيش حد في المحله فاضيه المحله فاضيه بس هم ليهم جماهير برضه عشان يعني البلديه كان ليهم جماهير كانوا حاضرين النهارده لكن لو يوم على الاقل انقسموا يعني لا الجمهور محلك يعني لو في يوم ما فيهوش ماتش الغزل الناس هتقعد برضه دي من الحاجات اللي يعني برضو ناخد بالنا ما تحطش الماتش في توقيت يعني ليه خلي ده يوم وده يوم ايوه كان دوري محترم كانوا بيلعبوا احنا بنستنشق ده لمصلحه البطوله والله احنا بنستنشق جمهور يعني صح ولا غلط؟ ده حقيقي يعني خلي جمهور المحله صح المحله ماتش في يوم طب يصعب عليك يقول لك ماتش 5000 ما تلقاش ال 5000 لفريق واحد ما يكملوش يعني بكره انبي والطلائع والجونه وزد اف سي كنت تطلع ماتش من ده مكانه ونزل بلديه هنا مثلا كانش ولا ده كان مشجع في الماتشين بكره مش هيبقى كام؟ يبقى الجمهور هيحضر النهارده وبكره لا بكره الماتشات بكره لا ما ماتشات الشركات والمؤسسات مفيش فيها جمهور كده بس اقصد ان انت وانت البلديه على الاقل عنده شويه جمهور والمحلويه كمان هيبقوا حابين يبقى لهم نادي في الدوري طبعا فانما ما تقدرش تقول مين نازل من طال يعني في فرق متوقع ان هي هتعاني على المدى الطويل يعني مثلا البلديه محتاج كابتن احمد عبد الرؤوف يغير افكاره شويه لان ان هم النهارده الحقيقه يعني كان اختراقهم سهل كان عندهم مشاكل دفاعيه كتير جدا قلقان اكتر من لازم بالظبط يعني سموحه يعني بسهوله مع الضغط العالي كان ممكن الماتش اكبر كده ده حقيقي انا بيقفل اكتر من لازم يعني حزين ان انا اقول ان الاسماعيلي بوضعه الحالي لو ما حصلتش معجزه او اللعيبه بسرعه لمت نفسها وكابتن برضو ايهاب جلال لازم يغير من افكاره شويه يعني اصبر زي ما بنقول على اوسوريو اي بالظبط هو نفس حاله اوسوريو ده الاسماعيلي ما جابش لعيبه وفرقته بص الجمهور المحلي يا بليغ بص يا وليد منظر طبعا والله العظيم بوس على الهوا اقسم بالله حيوك على طول لما بقى والله العظيم دي روح الكوره وحياه الكوره انا كنت بتكلم على جمهور الزمالك الماتش اللي فات وجمهور الاهلي في ماتش اتحاد العاصمه بره مصر عامل ازاي جمهور الزمالك انا كنت بعمل حاجه في المكتب مشغل الماتش ماتش الاهلي لصوت الجمهور ده بقول لك احلى سيمفونيه ان تسمعها في الملعب رهيب لا وجمهور الماتش خلص وكل العمال يلف الجمهور قاعد فرحانه ده انا بقول لك ماتش الزمالك فاتح في المكتب التلفزيون يعني الشاشه وبعمل حاجه مش يعني مش لسه ماتش ما بداش وكان المعلق كساك لقيت فجاه فبصيت بحسب حاجه يعني صوت الجمهور يزلزل
والنهارده الناس رايحه راكبه فوق العربيات، مش راكبه العربيات يعني، في كمان يبدو ان هم عاملين يعني عدد بالعربيات محدود وجمهور اكتر، فالعيال ركبت يعني لدرجه بيبقى مش في المدرجات، ده بيبقى في البلكونات ولف الدنيا كلها البلكونات. لا دوري المحترفين انت هتشوف اجواء جماهيريه، طنطا والمحله وجمهوريه شيبين واسوان، لا هتشوف اجواء جماهيريه. طب ده كويس رهيب. انا عايز والله ابص على النتائج، يمكن النهارده كان في كذا ماتش مش عارف بقى ان النتائج، شوفوها لي يا شباب، ابعتوا لي كده النتائج بتاع الدوري المحترفين النهارده، لانه بقى في اسماء يعني. انا المحله كسب وعرفت كيرنس خسر من المصريه للاتصالات 3-1، جمهوريه شيبين خسر على ارضه من الغزل 1-0، بروكسي يتعادل مع القناه 2-2، طنطا كسب رايا 1-0، ووادي دجله كسب 2-1، كسب مصر المقاصه. تمام. طيب هيبقى دوري قوي ان شاء الله. بليغ قبل ما نختم الفقره، عندنا اربع ماتشات في افريقيا مهمين جدا. قول الاهلي الى حد ما خلاص. النبي قبل ما اتكلم على الماتشات، انا بس عاوز اساعد فيتوريا اليومين بيدور على الكابتن حازم امام عشان يقعد معاه مش عارف يا جماعه، فوجه رساله والنبي يا جماعه ساعدونا بس، وساعدوا الكابتن فيتوريا، شوف الكابتن حازم امام فين، الراجل عاوز يقعد معاه اليومين معرفش، عاوز يقعد معاه بكره. حازم امام زهق، الراجل تعب، الراجل يعني الراجل بقول لك ايه الراجل كان جاي هادي وما بنسمعلوش صوت، الراجل دلوقتي بقى بس انا برضو عنده عصبيه على طول، الراجل عاوز يقعد معاه بكره. النبي يا كابتن حازم اقعد معاه فيديو كول يا استاذ بليغ، الموضوع يتحل. الكابتن حازم مش فاضي، الراجل عاوز يا جماعه، الراجل مش مطمن المعسكر اللي جاي، الراجل بقى خلاص، الراجل يعني الحقوا فيتوريا. هو برضو والله بجد الحقوه، لا هي الراجل هينفجر، هيتكلم في حاجات بقول لك ايه قوي. يعني مش هيتكلم، ده اربع سنين ده مأمن، قعد اربع سنين بفلوس كتير مش هيتكلم. لا اتكلم الماتش اللي فات الراجل، يا بيه يا طلع من هدوءه، الراجل هيطلع من هدومه. لا ده بس عشان خسر يا كابتن، يا بيه اسمعني، ده انا مستغرب، ده عشان خسر ما يشيلش نفس الموضوع. بس انا بدأت لا اللي بيحصل في اتحاد الكوره وعدم انتظام معسكرات وعدم وجود مش كل ده، كل ده انا موافق، بس انا برضو انا ملاحظ ان الراجل ليه تصريحاته، يعني بحس انه في تصريحاته شويه شخصيته مش يعني بتتهز، يعني يجي قبل ماتش بتاع تونس فزت 7 ماتشات ومفيش ماتش مستريح في معسكر محمد، قبل ماتش اثيوبيا يقول لك انا اللي همشي اللعيبه وانا المسؤول، محدش بلا 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 بس انا وقال كده ومحدش يفرض عليا، قلنا فيهم هيعمل مفاجاه، حسسني فريد شوقي لو انه هيعمل مفاجاه، الاربعه طلعوا كانوا يقول لك يقعد بس انا عبد المنعم، الاربعه مش بس كلنا قلنا قلنا ده ايه ده خلاص بقى. تاني يوم مشوا الاربعه، وبعدين قال لك برضه انا اللي ممشي، ماشي خسر من تونس، قال لك ما انا مش عارف اللعيبه بتاعتي في المعسكرات بيمشوا، كان يعني ما انت برضه كانت تصريحات غريبه، سلبيات المره دي نفسه يلقى الكابتن حازم امام، لو كابتن حازم امام فضله نص ساعه بس، الراجل عاوز يتكلم معاك في حاجات مهمه. طيب ما انت كده خلاص الوقت يعني انت كده. طب في دقيقه الاهلي تقريبا ضمن طبعا، الاهلي 3-0 وكده يعتبر بره ارضه كمان طبعا، وهيكمل ماتشين في القاهره، فاعتقد الراجل حتى يعمل تغييرات في التشكيل انا هيجرب 3-4 بالامانه. هو وبرضه الاصعب هو اصعب ماتش الزمالك، لانه بعد ما شفنا الماتش اللي فات واصرار اسوريو كل مره انا كان معايا وليد عبد اللطيف كل مره بيفاجئنا، لا الماتش يا جماعه وقال احنا كلنا تمنياته واحنا واثقين ان الزمالك لو كان في مستوى يفوز، بس هو قال لك 4-0 زي ما انت قلت خليك فاكر، لكن انا متخوف من ان هو انه يعني ايه، اول حاجه انه اسوريو يبدا يعمل الافكار اللي هو بيعملها العجيبه دي، وانه اللعيبه ما تكونش كده مركزه شويه، لانه ماتش مش اكتر قلق في الاربعه ماتش الزمالك طبعا بالنسبه لك طبعا. اللي قاله الكابتن وليد عبد اللطيف انه في حاجه اسمها للفرق الافريقيه خصوصا اللي هي عديمه الخبره او محدوده الخبره، الاستاد والجمهور بدايتك انت للمباراه، ضغطك ازاي، هم كسبانينك 2-0 بس هم عارفين اسم الزمالك، يعني اسم النادي المنافس ده لوحده، ده سيناريو متوقع انه يحصل. انا متوقع ان الاربعه يصعدوا ان شاء الله، متوقع الزمالك يعمل نتيجه كبيره. انا قلت اربعه رهنت بقى الفروق الفنيه يعني، انا قلت ثلاثه عشان اول مره اتمنى انك تكسبني يا استاذ محمد. انت قلت ايه؟ لا انا متخوف من الماتش بصراحه. طيب بس اتمنى ان انا اول مره ان انا يعني اتمنى تكسبني. هو في حاجه بتحصل مني ومن غير ان انا بكسبك؟ بس يعني المره دي هل هناك المره دي هبقى فرحان شيء جديد؟ لا لا اعلمه. لا المره اللي فاتت كسبت في التوقعات. انت كسبت على الجليل، كسبت على الجليل، حاسبه عليا على بطاقتي خلاص نشيله. هو كل الحاجات اللي قبل كده. طيب استاذ بليغ ابو عايد شرفتنا ونورتنا. انا بتشرف بيك وسعدت والله بالدكتور وليد، متميز دايما بنستفاد من وجوده معانا. الدكتور وليد الحديدي شرفتنا ونورتنا. شكرا استاذ محمد، بشكرك. نطلع فاصل سريع جدا، بعد الفاصل
هيكون معانا الفقره الاولى الخاصه بانتخابات نادي الزمالك، معانا اتنين من الاعضاء اللي تحت السن، والاتنين يعني عندهم طموحات كبيره جدا ولهم جذور كمان جوه النادي، احمد هاني زاده وخالد منتصر الزيات.